خير، كيف الحال؟ حتى والله العظيم يا اخوان. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، كيف الحال طيبين؟ اول مره يجيني الجاثو. اسمع 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 السنابات الجايه. السلام عليكم. حتى والله العظيم يا اخوان ما ادري اي يعني الساعه كم صار الموضوع هذا، ولا انا مدري والله العظيم اني مدري راقد. اللي اذكره كاني سمعت صوت في اذني، صوت بنت زي حقي المطارات، سمعتي رجلك اليمين، وحسيت الصوت، حسيت الصوت في اذني كذا، قلت كلي ضفع. يوم قلت الكلمة يا ورب الكعبة يا عيال، يا دبت في جسمي حرارة، ابغى اتحرك، ابغى اقوم، ابغى اصيح، اقسم بالله ما قدرت، وجسمي حار حار. داود اشهد لا اله الا الله، واقول اقعد اقرا آية الكرسي في بيني وبين نفسي، الله لا اله الا هو الحي، بيني وبين نفسي، واقرا معوذات، واعوذ بالله من الشيطان، وسبحان من الهمني قال اذن اذن، وانا ارفع اذان بيني وبين نفسي، الله اكبر الله اكبر. ما هلا خلصت الاذان، يو يو يا قلبي مالا، وصحيت. يا لطيف ورب الكعبة، يا ذاك الشعور يا ولد، ورب البيت كن من رب بطنيه، ابغى اتحرك، ابغى اقوم، ابغى اسوي شيء، يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا ادري كيف الطريقة والله. خلاص ما عاد برقد لحالي والله، ما عاد برقد في البيت ذاك. الساعة 5:30، هذه الساعة الحالية اللي حرقناها، المسافة، الوقت، والله في قلبي. الساعة 5:00، حلو 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 حلو، والله اللي أقصف، والله اللي أقصف، حلو حلو حلو. بس احنا غلقنا حصة، مرنا في 4 أجهزة، خلصنا، باقي هذا الفاغر دوبه يجي. احنا خلاص خلصنا المحل هذا، كيف حبة حبة، باقي هذا اول يوم، كل يوم نشد شوي. هذه الوجبات الصحية، الرز اللي بدون ملح، والدجاج صدور الدجاج بس، هذه وجبتنا. هذه الوجبات الصحية، الرز اللي بدون ملح. اوه 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 يا عظامي، اوه الله يركبيه ما عاد تشيلني، اوه يا يمه، اوه ما شاء الله. وش لقفني انا اروح النادي، وش لقفني؟ سمعتوا باللي يقول لك حافظ ما هو فاهم؟ هذا هو. وش دخل الشهرة في النادي؟ يا ولد انت عقلك في راسك ولا في خنافرك ولا في برطومك ولا وين عقلك بالضبط؟ علمني. باقي 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 يمكن 3 شهور، 3 شهور يمدينا يا رجال، يمدينا. باقي باقي. طيب انتوا تعرفون دحين مكة، دحين ما شاء الله تبارك الله زحمة وكلها حجاج وباصات و أفضل وسيلة للتنقل في مكة بالنسبة لي أنا في موسم الحج بالدباب، ولو إنه حر ولو إنه متعب، لكن توصل للمكان اللي أنت تبغاه بسرعة. حلو، عندي جلسة عمل، اجتماع عمل أنا والمحامي وإحدى الشركات الكبيرة في مكة المكرمة، احتمال يكون في بيننا عمل إن شاء الله، دعواتكم وبنوافيكم، بعد ما يغلق الاجتماع بنوافيكم إن شاء الله.
طيب قولوا لا إله إلا الله. عندي إعلان ما هو بأول مرة أسويه، هذه يمكن رابع أو خمس مرة يعلن عندي. أنا من الناس اللي جربت القهوة حقته، والله يا أخوان إنها من خيرة القهوات اللي مرت علي، ما هو بشهادتي أنا، بشهادة أخواتي وأمي في البيت. قهوة يعني صدق صدق شيء كلام فاخر من الآخر. أبنزل لكم الرابط حقها وصورة المتجر حقها، جربوها وأعطوني رأيكم فيها. لو يدري مخي كم صرفت عليه من القهوة كان استحى على وجهه وصحصح من نفسه. كل يوم أدف بجرعة قهوة، كل يوم أدف بجرعة قهوة ومنسدح ما لنا. لو يدري مخي كم صرفت عليه. شوفوا سالفة انك انت تروح نادي تتدرب وما عندك جدول غذائي لا تتعب نفسك، والله ما هي قرة. حلو، انا شفت صراحة شفت والله نعمة يمكن 6 أو 7 برامج غذائية حقت وش تاكل وش تشرب. اللي يناسبني انا برنامج رجيم اسمه رجيم الموية، ما يحرمك من اي شيء. تبغى تاكل مفطحات كل، لكن قبل كل وجبة بربع ساعة او نص ساعة 500 ملي موية اشربها، بحيث انك لا منك قعدت فوق الصحن قاعد دود وعقارب سود تاكل لك لقمتين ثلاثه هم ينتفخ بطنك خلاص ما عاد تبغى شيء. في نفس الوقت المويه حلوه، ترطب الجسم، تطلع السموم اللي في كبدك، تحيل ان كان معك حجاره في كلاك ولا شيء كله تحيلها. هذا انسب شيء لي انا. في احد يا المتابعين يلي يشوفوني في احد قد استخدم رجيم المويه؟ وش رايكم فيه؟ هل تنصحون أن أكمل عليه ولا لا؟ لا والله تكفون لا تخرعوني دخيلكم، عاد بكرة ورايا حاجة ضرورية يوشق بطنين كان صدقا. بكرة ورايا يعني موعد ضروري جدا. الله لا يعطي عدوكم عافية. طيب وش الحل؟ انضحك علي والله لا انضحك علي. قالوا الفليتي ماشي كماها، ما تمسك العرق ولا تمسك القلح. قل لها يا ابو نعم والله هذا الفنيل انها صليبة راس. ها وانكديت في النادي مع المصري ذاك، هذا ظل التفنيلة كلها عرق. افوو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 و
وقطع الله روحي. صبرنا لك كثير وصبر ماذا ينفع معك يا معفن. والله شوف انا قبل ما ادخل نادي كلمت كشت حبيبي الله يرحم والدك، سالفه انك تجيبني للنادي وتكدني تدرب كل حاجه لا، انا ابغى بس تدربني هذه منطقه الجذع الصدر الكرشه الشاكله بس، ايدي ركبي فخذي سيقا ما بغيتي كلها ما لي لازمه بها. قال لي خلاص احنا نقدر لك، الموضوع ترى بيكون صعب والله، لا تحسب ان الموضوع بسيط ولا هي بيجيك تعب بيجيك تلتزم معي في الاكل وبس والله، منطقه الجذع الصدر والكرشه والخواص. انا قريت قالوا لازم ايش تجلحف العضله، العضله دحين هي سكنه انا متكي حبه ونص ها، لازم تلطم فوق وجه عضلات تمرين 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 تمرين، اما تدلعها تاخذها بالحبابه ما تتدرب، كدها كدها